بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اهو، شارع هادي عرضه 10 متر. ده كده بقى يا جماعة شكل البرج من بره. نبدأ نخش المدخل بتاع البرج. زي ما حضراتكم شايفين كده المدخل كله رخام، والسقف بتاعه جبسن بورد بالديزاين اللي حضراتكم شايفينه كده. بعد الأربع سلالم دول بيجيلنا اتنين أسانسير، في واحد شغال والتاني لسه ما اشتغلش. نبدأ بقى يا جماعة نشوف الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 130 متر صافي. ده كده المنظر من قدام باب الشقة، منظر من قدام باب الشقة متجلد كله خشب زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، الشقة اللي الدور فيه أربع شقق، دي شقة اللي هناك دي، ودي شقة، ودي شقة بتاعتنا النهاردة، ودي الشقة الرابعة. وطبعا في عندنا اتنين اسانسير، ده الاسانسير اللي شغال اهو والتاني لسه ما اشتغلش. نبدأ نشوف اول حاجة هنا عداد الكهرباء. ده كده معمول يا جماعة بالخشب كده، نفتح كده بيتفتح ازاي، لفوق ده ولا لتحت؟ بسم الله، كان لسه مفتوح دلوقتي. لا من الجنب كده، معلش نسيت. ده اهو ده عداد الكهرباء اللي هو القديم الديجيتال يا جماعة، مش الكارت، ده القديم الديجيتال. طبعا القديم فيه واحد قرص وفيه واحد ديجيتال. طبعا كل حاجة معمول لها خشب، هنا حتى الفيوز بتاعت الكهرباء برضو نفس النظام معمولة بالخشب. حتى هنا الحديدة نفسها برضو من الجنب كده، الحديدة نفسها بتاعت العداد موجودة. يلا بقى نبدأ نخش نشوف الشقة ونقول بسم الله ما شاء الله. أول حاجة بيجي لنا هنا كده باب مصفح، ده باب مصفح يا جماعة. نخش كده على طرقة التوزيع دي أو الطرقة الصغيرة دي. هنا كده بيجي لنا أول حاجة حمام بتاع الضيوف، الشقة تلات غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. ده كده الحمام الصغير أهو، ده حمام صغير. مش عارف هم فاتحين المية ولا لأ، لأن طبعا مفيش حد قاعد في الشقة، فأكيد قافلين المحبس، هم قافلين محبس المية بس في ميه، هحاول افتحه دلوقتي واوريه لحضراتكم. ده كده الحمام الصغير. بعد كده نبدا نخش من هنا على الريسبشن. ده ريسبشن اهو يا جماعه، ريسبشن قطعتين. طبعا بالنسبه للالوان دي بترجع لذوقك انت، هي معموله كده صاحبها عاملها باللون الازرق ده، انت طبعا حابب تغير اللون تبقى حاجه بسيطه جدا، بتغير اللون بتاعك على الذوق بتاعك. طبعا معمول بيت نور، وفي طبعا برضو موجود فيه ليد لايت، وفي عندنا السبوتات اهو، التشطيب اللي قدام حضراتكم ده. هنا كده على الشمال بتجيلنا طرقه التوزيع اللي بتوديني على الغرف والمطبخ والحمام الكبير، هنشوفها دلوقتي. بس نشوف الاول الريسبشن. ده كده يا جماعه مساحه الريسبشن، بياخد قطعتين، وهوري لحضراتكم اخر الفيديو برضو شكل الشقه وهي مفروشه عشان تبقى عارف الفرش بتاعها هيبقى عامل ازاي. طبعا معلش بعتذر لكم، انا صورت بالليل برضو نظرا لظروف اصحاب الشقه لانهم غير متواجدين، فمعرفتش ان انا اصورها الا في الوقت ده، فمعلش الفيو مش باين من قدام الريسبشن. ده كده يا جماعه ريسبشن. بعد كده نبدا نخش بقى هنا على طرقه التوزيع. طبعا دي طرقه التوزيع ما شاء الله كبيره وواسعه، ممكن نقدر نستغلها في كذا حاجه. اول حاجه هنا نبص على المطبخ. ده المطبخ اهو يا جماعه، ما شاء الله مساحته حلوه، مساحه المطبخ حلوه. طبعا هو كان ممكن يتفتح الحيطه دي، وكانت ممكن تتفتح امريكان مع الريسبشن، ولكن طبعا يعني صاحب الشقه مش حابب الريسيب اللي هو الامريكان فقفلها. لو انت عايز تفتحها ممكن تفتحها بكل سهوله. هنا كده الغاز اهو بتاعنا، الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه، حتى عداد الميه مشترك مع شقه واحده بس في العماره. طبعا هنا ده كان فيه بوتاجاز بيلت ان على الرخامه الجالاكسي الاسود دي. هنا طبعا الحوض اهو، حله تركي
ده كده المطبخ بتاعنا. نرجع بقى نشوف الغرف بتاعتنا. دي كده الغرف. تعالوا نشوف اول غرفة هنا على اليمين. نبدأ باليمين. دي اول غرفة اهي. مساحتها تقريبا 3 في 4. دي مساحتها 3 في 4. طبعا يا جماعة الشقة دي اتشطبت وصاحبها سكن فيها تقريبا سنة واحدة بس. وبعدين نقل لمكان تاني طبعا بقى لظروف خاصة باصحاب الشقة، يعني ظروف شغله او حاجات زي كده. هنا كده بتجيلنا البلكونة. دي بلكونة يا جماعة وبتودي على الغرفة التانية. طبعا الإضاءة بتاعتها فيها لونين، الأزرق ده وفي الأبيض. هنروح من هناك عشان أوريكم على اللون الأبيض تبان معانا أكتر. تعالوا نخش الغرفة التانية. دي الغرفة التانية أهي اللي بتبص برضو على نفس البلكونة. دي مساحتها تقريبا 3 في 3.5. برضو دي معمول لها جبسن بورد في السقف، بيت نور. تعالوا نشوف البلكونة. هنفتح بس الإيه؟ النور الابيض اهو كده. فتحنا النور الابيض. البلكونه ما شاء الله يا جماعه واسعه، مساحتها حلوه تقريبا، عرضها حوالي 1.5 متر. ودي كده الغرفه اللي هناك اهي اللي انا لسه كنت جاي منها دلوقتي، اللي هي الغرفه الاولى. وده الفيو، مش عارف هيبقى ظاهر قدامكم ولا لا. اللي قدامنا ده سطح يا جماعه، اللي قدامنا ده سطح عماره او روف تقريبا. وهنا كده مفتوح، فيو قدامك مفتوح. نبدا نرجع كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد كده يا جماعه نشوف الغرفه دي. ثواني بس عشان اظبط الاضاءه لان مفيش فيها نور. حاولت اظبط الاضاءه بس قدر الامكان عشان اللمبه بتاعتها محروقه. دي برضو على فكره نفس الالوان، برضو نفس الازرق، اللون الدرجة الغامق مع الدرجة الفاتح. الغرفة دي مساحتها حوالي 23 سنتي في حوالي 24 سنتي تقريبا، يعني تقريبا كده. طبعا الغرفة دي الوحيدة اللي بتبص على منور. دي الغرفة الوحيدة اللي بتبص على منور، اللي هو المنور ده. نشوفه بس كده. ده كده اهو. ده المنور بتاعك، مفيش حد معاك في المنور. معاك المطبخ ومعاك الحمام الكبير. دي كده الغرفة التالتة. نبدأ نرجع كده تاني. نشوف بقى الحمام التاني الكبير. ده كده الحمام التاني الكبير أهو. ده طبعا هنا معمول حساب الغسالة الأوتوماتيك، وده الصرف بتاعها. نشوف برضو السقف. السقف نظيف، مفيش فيه أي حاجة، مفيش فيه أي مشاكل. ده كده الحمام بتاع الحمام، مساحته حلوة جدا. ده كده الحمام. نراجع مع بعض البيانات كده مرة تانية بسرعة. الشقة مساحتها 130 متر صافي. شقة 3 غرف ورسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. الشقة في الدور الثامن، ثامن بلكونة بعد الأرضي. الشقة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. بالنسبة لعداد الكهرباء، عداد كهرباء قديم. بالنسبة للغاز، العداد بتاعه موجود. بالنسبة للمية، مشترك مع شقة واحدة بس، يعني شقتين بس المشتركين في عداد المية. الشقة عنوانها فيصل الطلبية، جانبي من ميدان الساعة. الشقة مطلوب فيها 500,000 جنيه. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب، هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 10 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.